ولد انت رايح فين؟ داخل. اللي واقفين دول ماما واختي. انت كذاب، اللي واقفين جوه دول الحاكمه بتاعت المدينه وبنتها هنا الممثله المشهوره. انت مش شايف شكلك؟ انت اكيد مش قريبهم اصلا. لا صدقني دي ماما واختي. لو هم اهلك فعلا انده عليهم كده. وريني ماما. هنا. ايه ده يا ماما؟ ده هاني اخويا اللي جاب الولد دورانا. ده هيفتحنا. روحي يا هنا شوفي هو عايز ايه. ماشي يا ماما، انا هروح له وهعلمه ما يمشيش ورانا تاني. انسه هنا، الولد ده بيقول انه اخوكي. هاني اللي جابك هنا؟ انت بتحرجنا في كل مكان كده. هو انا عملت ايه غلط؟ انت مش شايف لبسك وشكلك عامل ازاي؟ هطرد الضابط، احنا ما نعرفش الولد ده، اطردوه. صدقني دي اختي. هتمشي من هنا ولا دخلك السجن؟ لا خلاص همشي. شكرا يا حضرة الضابط. انا مش عارف عيلتي مش بتحبني ليه. يمكن علشان انا مش مشهور زيهم، او يمكن شكلي وحش مثلا. حتى لو شكلي وحش ومش مشهور المفروض يحبوني. ولد انت ازاي تمشي ورانا في الشارع وداخل كمان عايز تكلمنا؟ انا ما كنتش ماشي وراكم، انا شفتكم بالصدفه. وبعدين ايه المشكله اني اتكلم معاكم؟ قلت لك 100 مره انا ممثله مشهوره، ما ينفعش اظهر مع اي حد كده. وانا الحاكمه بتاعه المدينه، ما ينفعش ابني يظهر قدامهم بالصوره دي. وايه المشكله فيا؟ انا مش عارف. شكلك ده بيأثر على صوره العيله بتاعتنا، وكمان انت مش مشهور زينا. انا مش لازم ابقى مشهور عشان ابقى من العيله دي. ولد بطل كلام واطلع على اوضتك. حاضر يا ماما. النهاردة عيد ميلاد أختي هنا، أنا عامل لها مفاجأة حلوة قوي. أنا اخترعت لعبة جديدة وده السي دي بتاعها، يا رب تعجبها. كل سنة وانتي طيبة يا هنا. هاني انت مش شايفني قاعدة مع صاحبتي؟ هو ايه اللي في ايدك ده؟ أنا جايب لك هدية علشان انتي أختي وأنا بحبك جدا. وإيه بقى الهدية اللي انت جايبها؟ أنا عملت لعبة جديدة بقالي سنة شغال عليها، خديها يا رب تعجبك. يعني انت فاشل في حياتك وفاشل في اختيار الهدية؟ انت عايز تخلي صاحبتي تضحك عليا؟ خد يا شاطر اللعبة دي وروح العب بيها. احنا عيلتنا مش فاضية للكلام ده، احنا عيلة مشهورة مفيش غيرك، انت الوحيد اللي فاشل فينا. ماشي انا اسف. على العموم كل سنة وانت طيبة. ازيك يا حمدي؟ معلش جايلك متأخر. مفيش مشكلة يا هاني، انت تيجي في اي وقت. بس انت كنت قايل ان النهاردة عيد ميلاد اختك، انت ليه مش معاها؟ اختي مش عايزيني معاها في العيد ميلاد بتاعها، بتقول ان انا هكسفها قدام صحابها. انا مش عارف هي وماما بيعملوا معايا كده ليه. دي واضحة جدا يا هاني، بسبب الشهرة. والمشكلة كمان ان انت مش شبههم، وهم بيهتموا بالمظاهر قوي. انا اصلا مش عايز اي حاجة منهم خالص غير ان هم يحبوني بس. ده انا حتى حاولت افرح اختي وعملت لها لعبة في عيد ميلادها، الغريب انها رفضتها مرضتش تاخدها مع ان اللعبة والله حلوة جدا. انت فعلا عملت لعبة؟ طب ما تيجي توريني كده. ماشي تعالى ورايا. قوم يا هاني انا عايز اجرب اللعبة دي. هاني انت متأكد ان انت اللي عملت اللعبة دي؟ ايوه انا شغال عليها بقالي سنة. دي احلى لعبة لعبتها في حياتي، انت طلعت عبقري يا هاني. انت بتتكلم بجد؟ يعني اللعبة عجبتك؟ ايوه يا ابني اللعبة حلوة جدا، الناس كلها لازم تعرف عن اللعبة دي. انت لازم تحط اللعبة دي على النت وكل الناس تدخل تلعبها. مش عارف ماما هتوافق على الموضوع ده ولا لا. وهي ترفض ليه؟ دي مجرد لعبة، حطها بس. انت هاني انت عبقري وكل الناس لازم تعرف كده. ماشي ماشي انا موافق، يلا بينا نحطها على النت ونشوف ايه اللي هيحصل. مساء الخير. انت خليت فيها خير؟ استنى مالك يا هنا في ايه؟ انت عارف في ايه؟ اللعبة الغبية اللي انت منزلها على النت دي، انت عايز تحرجنا انا وماما؟ ايه الاحراج في كده اصلا؟ وبعدين انا كنت عاملك انت اللعبة دي بس انت اللي رفضتي. ايوه علشان دي لعبة غبية. الغريبة ان في 500,000 واحد حملها من على النت. انت بتتكلمي بجد؟ ده شكل اللعبة عجبتهم. طب وانت زعلانة ليه؟ انت المفروض تبقي فرحانة ليا. فرحانة ليه؟
واحد في عائلتنا بيعمل ألعاب دي لسه أما ماما تعرف كمان. انت هتخلي شكلنا وحش جدا قصاد الناس وممكن تأثر على شغلنا كمان. وأنا مش غلطتي إن الناس حبت اللعبة، وأنا مش محتاج الاسم بتاعك علشان أعمل اللعبة دي. أنا هعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه. ماشي، انت بتتحداني، أنا هوريك. اعملي اللي انت عايزاه. الو يا حمدي، بتقول ايه؟ التلفزيون عايز يصور معانا؟ ماشي انا جايلك حالا. ومعانا دلوقتي هاني، اشهر واحد في مجال صناعة الالعاب، وزميله حمدي اللي بيساعده في اختبار اللعبة. كنا عايزين نعرف ايه سر نجاح اللعبة بتاعتكم. مفيش سر ولا حاجة، انا اخترعت لعبة والناس حبتها، وبصراحة حمدي صاحبي هو اللي شجعني انزلها. احنا عارفين ان انت مامتك الحاكمة واختك ممثلة مشهورة، ايه رأيهم في اللعبة وهل هم مبسوطين بالانجاز ده؟ ايوة وبيساعدوني جدا. طب احنا شايفين ان اللعبة دي ممكن تبقى عالمية، يا ترى هتعمل ايه الفترة الجاية؟ انا بفكر افتح شركة علشان اللعبة تكبر اكتر من كده، وكمان علشان انا عندي افكار العاب كتيرة جدا. برافو عليك، المدينة فخورة بيك جدا، وهنستنى حاجات جديدة. في نهاية الحلقة بنحب نشكركم. سلام. ماما شفتيه في التلفزيون؟ ولد انت فاكر نفسك ايه؟ ازاي ما تاخدش رأيي في اللي انت بتعمله ده؟ ايوة يا ماما، ده اناني مش بيفكر غير في نفسه. ايه في ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه بالظبط؟ انت ازاي يا ولد تعمل لعبة وتنشرها والناس كلها بتتكلم عنك دلوقتي؟ انت مش عارف ان ده ممكن يأثر علينا؟ ماما دي لعبة حلوة قوي والناس بتحبها، دي اكيد لعبة غبية زيك بالظبط. انا كنت بحسبكم هتكونوا فرحانين ليا. لا طبعا مش فرحانين، انت احرجتنا قصاد الناس. ابن الحاكمة بيعمل العاب، ايه الهيافة دي؟ ما تشوف اختك ممثلة مشهورة ومعروفة. يا ماما ده اكيد هيأثر على شغلي. انا مالي بالشغل بتاعكم، انا ما عملتش حاجة تضركم. على العموم انا هفضل اعمل حاجة اللي انا بحبها. وانا بقى همنع عنك الفلوس، ووريني هتنجح ازاي. انا اصلا مش محتاج فلوس. سلام. هاني ايه رأيك في الشركة؟ انا مش مصدق بقى عندنا الشركة بتاعتنا. انا مش مصدق ان كل ده يحصل في 6 شهور بس، ولسه الشركة هتكبر كمان. احنا لحد دلوقتي اللعبة اتباعت 1,000,000 مرة. الحمد لله وشكرا ليك قوي يا حمدي. بس يا هاني انا حاسك ان انت مش مبسوط قوي. عندك حق يا حمدي، انا مش مبسوط قوي، كان نفسي عيلتي تبقى فرحانة بالنجاح اللي انا بعمله. المدينة كلها فخورين بيك، انا مش عارف ازاي هم مش فرحانين عشانك. مش مهم، يلا نرجع نشوف شغلنا. وبعد سنة من لقائنا الأول معانا دلوقتي هاني، رجل الأعمال اللي بدأ كل شهره بلعبة واحدة، بس دلوقتي بقى عنده أكبر شركة ألعاب. كنا حابين نعرف منك إيه المكان اللي احنا موجودين فيه ده؟ أنا قررت بسبب إن الألعاب بتكسبني فلوس كتير إني هفتح دار رعاية للأطفال الأيتام، وهخصص جزء من فلوسي لعمل الخير، وكل ما شركتي تكبر هعمل مشاريع خير أكتر. وليه اخترت مشروع دار الرعاية للأيتام بالذات؟ لاني عايزة اساعد الاطفال اللي مالهمش اهل، لان اوحش حاجة في الدنيا ان ما يكونش جنبك ناس بتحبك. علشان كده انا قررت اهتم بالاطفال دي. حقيقي انت انسان عظيم، وشركتك دي هتبقى اكبر بكتير. وانا ان شاء الله هفتح مشاريع خيرية اكتر من كده. يلا تعالي اوريك المكان. عمو هاني، وزي ما حضراتكم شايفين الأطفال كمان كلها بتحبه. ازيك يا ماما؟ ازيك يا هنا؟ انا مبسوط ان انا شفتكم. مبروك يا هاني على النجاح اللي انت فيه، انا مبسوطة قوي باللي انت وصلت له، ومبسوطة اكتر ان انت بتساعد البلد وبتعمل مشاريع خير. انا فعلا فخورة بيك باللي انت عملته ده، خليت الناس تحبني اكتر. وانا اسفة يا هاني علشان كنت بعملك وحش جدا وبقول عليك فاشل، لكن انت مش فاشل، انت انجح مننا كمان. انا جربت العابك ولقيتها جميلة قوي. قبل ما انتوا تيجوا انا ما كنتش فرحان بالنجاح بتاعي قوي، لكن دلوقتي انا فرحان جدا علشان انتوا فرحانين. انت خليتنا نتعلم يا هاني ان النجاح مش مرتبط بمهنة او شغل معين، المهم تعمل اللي انت بتحبه وتنجح فيه.